دلوقتي مع حضراتكم هنتحرك فورا إلى محافظة السويس، هنستقبل هناك أول أفواج الماعز البور القادمة من جنوب أفريقيا. هذا الماعز الخارق اللي وزنه بيوصل ل 150 و200 كيلو جرام. خليكم معنا. دلوقتي حضراتكم على حدود محافظة السويس في قلب حرم ميناي الأتكا، وتحديداً في المحجر البيطار الحدودي المخصص لاستقبال 209 راس من الماعز البور النقي المستورد من جنوب أفريقيا موطنه الأصلي. الشحنة قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفين، وهي أول شحنة من الماعز البور توصل لمصر من سنين. باختصار هي شحنة الإنقاذ لمشروعات تربية الماعز البور في مصر، لأنها دماء جديدة وهترجع الصفات الوراثية المتميزة للسلالات في مصر، وكمان هتوفر الماعز البور بسعر عادل لكل المزارع الخاصة بالتربية، ويشجع على التوسع في مشروعات تسمين البور في مصر. وخلي بال حضراتكم، الماعز البور هي الأشهر في العالم، وبيسموها الماعز العملاق أو الخارق، لأن وزنه بيوصل ل 150 و200 كيلو جرام، وتكلفة أكله بسيطة وسهل جدا. تجيب دكر بور وثلاث نتيات لاستمرار السلالة، وعشرة من الماعز الشامي على سبيل المثال عشان خلفتها تتسمن وتتباع كلحوم، وبنسبة كبيرة بتبقى الخلفات توائم. يعني مشروع ب 100,000 جنيه على أقصى تقدير، وعائد رأس المال يترد في دورتين تربية بالكتير. أما اللي استورد الشحنة دي من الماعز البور فهم أربع شباب جدعان بجد، وطلع عينيهم فعلاً بداية من الحصول على موافقات بسبب الموقف الوبائي لجنوب أفريقيا وضرورة الاستيراد من مناطق خالية من الأوبئة الحيوانية، ومروراً باللف كعب داير على المزارع في جنوب أفريقيا عشان يختاروا أفضل ماعز بور، وكمان ينشئوا المركز المصري لاستقبال الحيوانات وحجرها في قلب دولة المنشأ جنوب أفريقيا، وانتهاءً بنقلها بالطيران لمصر على شركتنا الوطنية مصر للطيران. جدعان بجد. تعالوا في البداية نقابل محمد شعبان مؤسس شركة استيراد الماعز البور في مصر وجنوب أفريقيا، واللي شارك في اختيار رؤوس البور في بلد المنشأ. احكي لي بقى الحكاية، ليه فكرنا ان احنا نجيب البور؟ سافرنا ازاي؟ الموافقة طلعت ازاي؟ موافقة كانت صعبة. تم انتزاعها. والله يا استاذ محمد احنا مشينا طريق صعب قوي، احنا حبينا نفكر خارج الصندوق. بدأنا الفكرة لما لقينا ان الماعز البور في مصر ابتدى تقريبا شبه انهار، لانه هو عاوز دماء جديدة، واقوى خطوط الدماء بعد دراستنا وقراءتنا عرفنا انها موجودة في جنوب افريقيا، وبرضو احنا على علاقة بكتير من المربيين للماعز البور، وخدنا رأيهم وقالوا اللي فيه ناس كتير حاولت، يعني عملتوا بحث سوق؟ طبعا، قالوا لنا ان اقوى الخطوط موجوده في جنوب افريقيا وناس كتير حاولت تجيب بس ما عرفتش. خدت القرار انا واخويا محمود واخويا جاسر واخويا علاء وباشي، خدت محمود وسافرنا جدع. احنا وجدنا ان في مصريين كتير راحوا واتنصب عليهم هناك، حاولنا بقدر المستطاع ان احنا نقيم الديل واحنا على ارض الواقع، ما نبعتش فلوس او نبعت حد، لا. رحت انا ومحمود وقعدنا فتره طويله، ورحنا كذا سفريه مره واثنين وثلاثه لحد ما الحمد لله رب العالمين اخترنا. يعني الوصول لمزرعه صادقه كان موضوع صعب اصلا؟ طبعا، بس السفاره في مصر ساعدتنا كتير، وقدرنا الحمد لله نجمع القطيع دوت بمساعده السفاره المصريه بجنوب افريقيا. الحمد لله كنا حريصين ان القطيع دوت يبقى كذا خط دم عشان ما نقفلش برضو خط الدم، وعارفنا هنا انت عارف ان ده دم وده دم وده دم وده دم. حضرتك هتلاقي كل معزه من المعز ديت عليها رقم، الرقم دوت ليه داتا عندنا، كل معزه من المعز ديت تحت جلدها فيه ميكروشيب ببرنامج معين بتقرا الداتا بتاعه المعزه كامله، وكل معزه ليها بيديجري يعني شهاده نسب. المعزه دي ايه ده؟ حصان؟ زي الحصان. اه يا سلام. اه زي الحصان. ليها بيديجري. مهتمين قوي بالصناعه دي هناك. حضرتك هناك اكبر منظمه موجودة للمعز البور في جنوب أفريقيا، وإحنا الحمد لله قدرنا نسجل لقلوقة أفريقيا في المنظمة دي. يعني إحنا دلوقتي نعتبر مزرعة اصطاد في مصر تابعة للمنظمة العالمية لتجارة البور بجنوب أفريقيا. ممتاز، الحمد لله رب العالمين. عملتوا هناك بيع؟ أنا أنت قلت لي إن إحنا عملنا محجر هناك، عملنا وعملنا منظومة متكاملة عشان نقدر نوفر بشكل دائم. تمام، عملنا المركز المصري لتجارة البور بجنوب أفريقيا، وعملنا محجر دائم
للمركز المصري لتجارة البور بجنوب أفريقيا. إحنا دلوقتي في الطريق إن إحنا ننشئ لاب للتحاليل. معمل هناك؟ آه معمل للتحاليل. هتعتمدوه؟ هنعتمدوا طبعاً. آه إحنا قدمنا الطلب. مصر توافق عليه؟ قدمنا الطلب، طلب توافق في مصر، ومنتظرين إن شاء الله التنفيذ إن شاء الله. لأن الشحنة دي اتخدت مننا حوالي 7 شهور أو 8 شهور عمل. عشان تيجي. آه علشان توصل مصر. ليه بقى شحن جوي؟ مش حناش بحري ليه؟ حضرتك عارف إن السلعة دي سلعة غالية، وأنا مش عايز أعرضها المخاطر، عايز أجيبها بصحتها. أنا لو جبتها بحري هعرضها المخاطر، وعلشان يعني تفوق شوية عاوز لها شهر أو شهرين، فهتفضل في فترة الحجر تعبانة. ده كانت منظومة على فكرة. طبعا. يتعمل صناديق معينة وبشكل طبعاً محدد طبعاً. وكل طبعاً. صندوق كان فيه كم راس بقى؟ كل صندوق. الصندوق فيه حوالي 35 راس. ودخل الطيارة صح كده؟ دخل الطيارة. كانت منظومة من جنوب أفريقيا لغاية مصر هنا. آه بالضبط. بالضبط. دخل الطيارة. الصندوق لوحده بيتكلف حوالي $1,500 اللي بتحط فيه 35 راس. دلوقتي بقى أنتوا بتحسبوها إزاي؟ يعني أنا كمربي هاجي هنا تمام. ألاقي السعر زي ما كان بيتباع، كان بتوصل في مصر 100,000 جنيه الرأس. إحنا الأسعار أقل من كده بكتير، وبور أصلي. إحنا السعر بيبدأ عندنا من 35,000 جنيه. بور 100% دم نقي أصلي، دم جديد مختلف تمام، واخد علامة الاصطاد وليه السجل كامل بالظبط، البيديجري بتاعه زي الخيل العربي. طيب في عمليات الاستيراد تمام، واجهنا أي مشاكل بيطرية؟ طبعا أنت عارف إن كان في تشديدات جامدة جدا تمام. واجهنا أي مشاكل بيطرية؟ يا فندم أنا عارف أنتم ملتزمين. إحنا نفذنا البروتوكول اللي موجود ما بين دولة مصر ودولة جنوب أفريقيا. ممتاز. في استيراد الحيوانات الحية نفذنا البروتوكول بالحرف. محمود صابر شريك مؤسس في شركة استيراد الماعز البور، وهو من أصحاب الخبرة في تربية الماعز البور، وكان حريص على أنه يفهم يعني إيه ماعز بور من الخبير الجنوب أفريقي اللي اشتروا منه الشحنة وجابوا لمصر عشان يستفيد المربين من خبراته. عايز أعرف منك بقى تنصحنا بإيه؟ اخترت إزاي؟ الاختيار طبعا احنا بنختار في مواصفات معينه كده ماشيين عليها، حته الريح، حته التقليب. طبعا احنا هناك مزرعه بتاعه جريلاند ديت مزرعه معتمده من مزارع قليله جدا في سوق افريقيا اللي هي معتمده في نظام البور. طريقتهم شويه في البور بيتعاملوا معايا او اي بريد على فكره هناك بيعاملوه شويه نفسيا، يعني الموضوع مش حته ان انا اكل واشرب بس، لا حته ان يزعق في معزه او يضرب معزه دي مش بيعملوها خالص. كنا عايزين ندخل معزه والده عندنا في حاويه هنا ضلمه، قال لك لا هتخاف من الضلمه، يعني شوف بص لغايه ايه. ما عرفتش منه اسرار ايه مواصفه الذكر وايه مواصفه النتاء الحلوه. اكيد طبعا الصحه العامه ديت نمره واحد في طبعا الكشف الظاهري الشكل الظاهري. وبعدين احنا بناخد كده نسبه وتناسب ما بين عمره وشكله، هل يعني مثلا عمره 6 شهور بس شكله يدي اقل من كده؟ طبعا ده مرفوض. التناسق بقى من عادتنا مثلا مع مستر خير سيبيت جسمه في حاجات كده، يعني شكل الديل بيبقى مثلا زاويه 45 بين القرن وبعضه بنحط اصبعينا، دي الحاجات اللي اتعلمناها منهم. حته مثلا الودن حتى اللي انا بهرش فيها دي انت لازم تحط اصبعين فيها كده صح، لو كده تبقى ما ينفعش. المعزه ما ينفعش يبقى قرنها طالع زي الغزال اللي فوق، لازم يبقى داخل لازم على لازم الكيرف ده حتى لو كيرف لبره بس مش مبقاش كيرف لفوق. حاجات كده كتيره طبعا من قعدتنا معاهم ابتدينا نعرفها ونطبقها معاهم يعني. وبالنسبه للانثى او النتايه، الانثى النتايه مثلا اقول لك لما تيجي تبص في وش النتايه لازم تبقى شكلها نتايه في ميل حلوه كده حلوه، ما تبقاش مثلا عايز وشها زي وش الذكر مثلا خشن، لا لازم يكون في شكلها في ميل. حتى انت لو رحت تبص حركه هتلاقي في فرق، يعني فرق الشكل بوره ولا شبه الغزال بالظبط كده. لكن مش انا عايز معزه بور يبقى عايزها برده زي تقليب الذكر وش والعظمه المتنيه، لا لازم بقول لك وشها في ميل انثى، يعني مدي شكل انثى. لو في حاجات تانية مشابهه طبعا بين الذكر والنتايه في زي الديل وحاجات زي كده، بس الوش ده اكتر اول حاجه بيحكموا عليها يعني. تعالوا بقى نقابل جيرهارد كرانيا، وهو من جنوب افريقيا وخبير تربيه البور، واصر على انه يزور مصر مع الشحنه عشان يقابل المربين ويفهمهم احدث نظم تربيه واكسار البور. Firstly, I just want to let you know that workout meat is the best meat in the world. There's no cholesterol. And for Egypt, with the situation in Egypt, it's very dry here. And boer goats actually don't like a lot of rain. And the conditions in Egypt are very suitable for the boer goat from South Africa. And they will adapt the conditions very easily to go forward. And for the Egyptian market, I'm thinking, I just spoke to the veterinarian. If I was staying in Egypt, I will try to get the best genetics in
And on the end, I will start exporting to Saudi Arabia, Pakistan. A contract with Pearl of Africa to export burgers to Egypt. And my whole idea, or the way I'm seeing it, in the next 4 to 5 years in the northern part of Africa, Egypt can and will be the best goat breeders. And the Egyptian farmers is coming a long way with animals. They know how to treat animals. They know how to adapt the conditions here. My only thing that I can think, it's open road for boer goat in Egypt. And with the farmers' knowledge here about a small stock, it's only way it can go forward and go better and better for the next 5 to 10 years. Speaking about water to the goats, a goat only has to drink once a day water, clean fresh water. It's very important for any animal. And with the ranson, they eat about 3% of their body mass. So the alfalfa that I see is of very, very good quality. So my only suggestion is try to keep your costs low. Don't over-vaccinate, don't overfeed, because at the end, the animal have to give you money. You don't want to put money the whole time in the animal. The animal have to bring back money for you as a farmer or a breeder, what do you want to be. ياسر خليل من الشركاء المؤسسين في شركة استيراد الماعز البور، وهو مسؤول عن المحجر بكل تفاصيله، بداية من التطهير ومرورا بمتابعة الماعز البور وانتهاءا بعمليات التسويق من المحجر. حضرتك بتمتلك أول محجر حدودي معتمد للماعز البور في مصر. تمام يا فندم. ده شيء ممتاز. تمام. الإدارة كيف تدير هذا المحجر؟ احنا مبدئيا طبعا المحجر تم تجهيزه زي ما حضرتك شايف كده، تعمل بارتيشنات عشان يستحمل العدد اللي جايه، بارتيشن للاكل وبارتيشن ملعب. المحجر طبعا خضع لعمليات تطهير غير عاديه، وتم تطهيره بمواد يمكن من افضل مواد التطهير في العالم مره واتنين. تم فرشه كله بالجير الحي مره واتنين برضو للتاكد 100% من سلامته، ان هو سيف امن 100%. المحجر طبعا بيخضع لاشراف الطب البيطري واداره المحاجر. في طبعا مجهز المغاطس للعربيات اللي بيجيب الاعلاف والحاجات دي كلها. بنحاول قد ما نقدر بس نعمل عليه كنترول كده، عشان بس الحاجه توصل في الاخر نعدي بيها فتره الحجر البيطري بسلام، وتوصل برضو في الاخر للمربي ما يقابلش اي مشاكل، او يقابل اي يعني يبقى في اي مشاكل تقابله اثناء التربيه. حضرتك كمهندس، ايه اللي خلاك فكرت انك تدخل في استيراد ماعز بور وتربيه معز بور وتجارة المعز البور؟ اللي خف فكرت في كده، احنا كنا شغالين الاول انا غاوي تربية، وكنا بنشتغل من اول الناس يمكن اللي دخلنا البط في مصر. والله كأسرة ولا حضرتك؟ لا لا لا، كشخصي. كشخصك برافو عليك. انتجنا البط المولر وانتجنا البط المسكوف، بفضل الله انتجنا مستوى يمكن تضاهي المستورد. والمعز البور ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا قدراتنا في مصر، مربيننا في مصر على درايه كامله جدا وعلى علم، وعندهم الامكانيات ان هم يخلوا يوصلوا بالبور ده يمكن يفوق بلد المنشأ كمان. ده احنا عندنا ناس كانت بترجعه للاصل تاني بيور 100% او 99%، يعني زي البلدي كده بيقولوا هم بيعملوا من الفيزيك شربات. صح. ولكن احنا بقى جبنا الشربات نفسه. لكن احنا حتى الخواجه نفسه لما جه وشاف انظمه التربيه هنا قال لك لا انتوا هنا هتوصلوا ممكن تعدوا جنوب افريقيا بكتير. دلوقتي تعالوا نقابل علاء غباشي، وهو من كبار مربي البور في مصر، وهيشرح بالتفاصيل حياه الماعز البور وازاي من خلاله تنجح دورات التربيه. استاذ في الشغلانه، مربي كبير جدا في البور، 15 سنه تربيه ويمكن اكتر، بفضل الله. علمنا بقى. احنا نشكرك اولا، ونشكر السيد وزير الزراعه والسيد رئيس الهيئه البيطريه، لان احنا بقالنا كتير جدا بنحاول ندخل الماعز دي مصر احنا كمربين. بقى انا بتكلم كمربي. خد بالك يا حاج علاء، ان وزاره الزراعه بجد كانت حريصه جدا على وصول الشحنه دي لمصر وفق ضوابط محدده بيطريه ووقائيه. انا ممكن اجيب قطيع وودي عندك في مزرعتك، انت عندك 150-200 راس راحوا حقيقي. ده احنا كمربين لمسناه، ده حقهم. بس ايه يعني ايه، احنا كنا عايزينهم من زمان يسمحوا لنا. خدت بالك كوبر الوحش قاعد معانا؟ هو حابب يظهر معانا. كوبر ده ابن كينج بيت كان بطل كبير في جنوب افريقيا، خلف ابنه كينج، خلف ابنه احسن منه فسموه كينج، بقى كينج بيت. طلع كوبر ابن كينج بيت احسن من كينج نفسه. السلاله بتتطور عشان هم هناك بيشتغلوا وبيغيروا دم، ولذلك احنا سعينا ان احنا نجيب كوبر ابن كينج بيت. ده الابن الوحيد المتبقي مباشر من ابناء كينج بيت في جنوب افريقيا. بقى لنا قد ايه ما جالناش اي دم جديد من جنوب افريقيا؟ من سنه 96.
بعد كده ما شفناش دم جديد. فاحنا بننحت في الصخره, احنا عاملين شغل كويس جدا كمربين بتهجين اغنام البور مع المعز الشامي والمعز البرقي والمعز المحليه. لكن انا ببشرك ان بفضل الله خلال سنه هتشوف في مصر مستويات تخطف الانظار من جنوب افريقيا نفسها. ازاي بقى؟ طمني كده, فرحني. يعني احنا عندنا هنا المربين شطار جدا وعندنا الاكل مش مكلف زي عندهم. عندهم احنا لما حجرنا وشفنا الوضع هناك الراس بتاكل بدولار ونص في اليوم, لكن احنا في مصر نقدر ننتج ونكسب ونوفر الحاجه لدول الخليج والدول المحيطه بسعر ارخص من جنوب افريقيا بكتير. ممتاز. وكواليتي اعلى. بيور وبيور دم كامل. انا بقى عندي دم كامل بشهاداته بالبيدجريهات. ايه الشحنه دي؟ الشحنه دي دم كامل بالبيدجريهات, كل معزه في ميكروشيب في ودنها. ميكروشيب ده بالتليفون بتقراه يقول لك دي طالعه من المزرعه الفلانيه 1 2 3. يعني الاستغلال الامثل ليها ازاي؟ الاستغلال الامثل انا بنصح المربين, يعني اول محور ان احنا عندنا مساحات واسعه تسمح بتربيه قطعه من الاغنام والمعز وصحراء نقدر نعمرها. في المحور الثاني والمهم جدا ان احنا عندنا فقر مائي. لو بربي جدي لحم للتسمين بيطلع لي كيلو لحم كل 4 ايام وبيشرب كل يوم 5 لتر ميه, يبقى كيلو اللحم في 4 ايام في 5 طالع بكام؟ ب20 لتر ميه. انا لو بربي عجل لحم هيشرب كل يوم من 60 ل70 لتر ميه وهيطلع لي كيلو لحمه. شوف فرق كيلو اللحمه هنا وفر قد ايه. انا في الاغنام والمعز اقدر اطلع كيلو اللحمه من 35 ل40 جنيه واقدر ابيعه ب75 جنيه, وفي البقر كيلو اللحمه بيطلع ب55 جنيه ويتباع من 60 ل62 جنيه. كل دي فروق. انا اقدر استثمر اللي احطه في عجل في 5 رؤوس اغنام ومعز, لو مات منهم واحد يبقى انا مات عندي 20% من راس المال, انما العجل لو مات راح راس المال كله. صحيح. كل دي محاور بتشير الى ان مستقبل مصر في صناعه الاغنام والماعز, وان المربين يقدروا يستفيدوا ماديا بشكل كبير من صناعه الاغنام والماعز بعد ما توفرت الطلائق دي. لو احنا قدرنا بقى نوزع الطلائق دي في مصر, يعني احنا لسه حالا قررنا ان كوبر ده نخليه هنا طلوقه للمحجر ونبيع من ماعز عشر منه عشان تلف مصر كلها عشان ما نحصروش عند مربي واحد. ابدا المشروع ده ازاي حاجه؟ علاء, ممكن تبدا مثلا بنتيتين وذكر بور دم كامل بشهاداته, وتبدا بعد كده تكبر السلاله عندك منهم, لان احنا بنسعى لان احنا نبدا نصدر من مصر بدل ما نجيب جنوب افريقيا نودي الدول العربيه. طب ما ينفعش اخد نتايتين واجي هنا المحجر اسلمهم لعم كامل اللي قاعد ده؟ لا ما ينفعش, عشان خاطر نحافظ على الايه الطلوقه والقطعان الاخرى من نقل البروسيلا. يعني ده ناخد منه السائل المنوي ونحقن بيه. لو حد عايز ياخد سائل منوي ولقح برضو, احنا فكرنا ان احنا نتعاقد مع شركات بره في جنوب افريقيا نطلع دكاتره من هنا يتعلموا التلقيح الصناعي عشان يبقى في طلوقه محترم زي ده يقدروا ياخدوا منه سائل منوي ويلفوا على المزارع يلقحوا والناس كلها تستفيد من طلوقه زي ده باقل الاسعار. يعني انت شايف ان المربي ياخد طلوقه وياخد معاها يعني ذكر ونتيتين؟ طيب هيوقف الطلوقه ثمنه غالي, هيوقفه على نتيتين؟ لا, يقدر يجيب 10 معزات شامي او 15 معزة على حسب قدرته على التربيه وسعه المكان عنده والاكل المتوفر, يجيب العدد اللي يناسبه ويدخلهم يشتغل منهم لحم. الحاجات اللي جابها الشامي دي هيشتغل بقى لحم, والحاجات الدم كامل دي هيعمل منها سلاله عنده تدريجيا عشان الذكر ما يبقاش واقف. يعني ان تيتين البور عشان يعمل سلاله, عشان يعمل سلاله الشامي عشان يعمل لحم ويبيع يجيله فلوس لحم يعوض راس المال بتاعه, يعوض الامهات هيربيها وهيقلب نسبه البور فيها والذكور هيسمنها وهيطلعها لحم, ولحم المعز عندنا في مصر عليه اقبال كبير جدا وبسعر عالي. عشان يعني 10 في 3 ادي 30,000 عشان اجيب الشامي. 10 معزات في 3 ب 30,000 عشان تجيب الشامي. وعندك ذكر ب 35,000 ونتايتين. ونتايتين الذكر والنتايه بيبدا من 35,000 جنيه عندنا. الذكر يعني الذكر والنتايه ب 35,000؟ الذكر والنتايه بيبدا سعر القطعه الواحده من 35,000. يعني قول 70,000 جنيه. ممكن 70,000 جنيه ياخد ذكر ونتايه و 30,000 جنيه يجيب الشامي. يعني عندك مشروع ب 100,000 جنيه. اللي قدام حضراتكم ده اسمه احمد عادل, وهو من اقدم مربي البور في مصر. وصف شحنه الماعز البور بالمتميزه فعلا. وعلى فكرة المربين دول كانوا جايين المحجر بالصدفة مش بالترتيب معانا لمعاينة الشحنة الجديدة واختيار طلائق لمزارعهم. عامل نموذج 2 فدان ولكن حلو, انتاج حيواني سواء بقر جاموس ماعز بور. جيت النهاردة وبتتفرج, خبراتك كبيرة جدا في البور, تقييمك للي انت شفته النهاردة. اكيد طبعا في فرق كبير, في فرق بين يعني البور بيصنف كوميرشال وريجستر, يعني ده بور متسجل ليه ورق وشهاده بديجري ومستوى تاني خالص. واحنا من زمان كنا بنسعى ان احنا يعني نجيب حاجه من بره بالمواصفات ديت, يفرق معاك في حاجات كتير قوي, في صفات, في حجم, في تكوين, في معدلات نمو. دم القديم وصلنا لفطام ممكن 22 لحد 25, وفي افراد بتعدي الكلام ده. بتكلم في الافريج يعني. ان شاء الله باذن الله, يعني ثقه في الله عز وجل, ان شاء الله ان اللي جاي هنعدي الارقام دي. بره عندهم امكانيات عن عندنا,
لكن احنا برضو عندنا صنع الحمد لله. لفت نظري وانت بتتناقش معايا قبل ما نبدا التسجيل ان انت بتتكلم على لحم الماعز وفوائده. جميل جدا اللي انت قلته لي ده، سمعه للناس. لحم الماعز اكتر لحم صحي في العالم، اقل كوليسترول، اقل من الفراخ لكن تتخيل، اعلى مستوى زنك، اعلى مستوى بروتين، لحم هضمه سهل جدا. التصدير النهارده اكبر زبون لجنوب افريقيا دول شرق اسيا. ليه؟ لانهم عايزين يحتكروا، لانهم بيطوروا في الشغل عندهم ليه؟ عشان يحتكروا موسم تصدير للسعوديه، عشان موسم الحج طبعا بياخدوا اعداد مهوله. فانت بتتكلم في لحم صحي جدا، اصح من العجول واصح من الغنم. واي حد لو دخل قرى عن لحم الماعز هيعرف، ولبن الماعز نفسه النهارده البردك لبن الماعز تعمل منه أغلى أجمام في العالم. بالظبط. الماعز البور بتخضع لإجراءات بيطرية محجرية مشددة، وبيشرف عليها الدكتور حسام الدين إبراهيم من الحجر البيطري في السويس وجنوب سيناء. دكتور حسام، هرمنا لغاية لما جت الشحنة دي لمصر، بقالنا كتير جدا مستنيينها. الرقابة الصارمة والفحص البيطري كيف تم على هذه الشحنة؟ تعاملنا مع جنوب أفريقيا بفكر الحجر البيطري، وبفكر إزاي أنا أقدر أجيب من أي دولة أندر احتياطات واتخاذ كافة الإجراءات البيطرية والمحجرية. ممتاز. وده بدأ بتحديد الولايات اللي هتتاخد منها الماعز دي، يعني هي جاية من مناطق خالية من جميع الأمراض الوبائية والمعدية، مش متسجل فيها الأمراض دي لمدة 6 شهور سابقة قبل عملية الحجر. ممتاز. وبعد ما أثبتت سلبيتها لكافة الأمراض بتبدأ عملية الحجر بقى، بعد كده بتتم عملية شحن، وبعد كده بيقوموا الدكاترة المصريين بفحص الظاهري للرسالة، وبعد كده بيديها الإفراج الجمركي، وبتيجي الحجر المعتمد من الوزارة هنا عندنا في الحجر. بقى نبدأ بقى إيه؟ هنا بقى بنقوم في أعمال أخرى تكاد تكون نفس الإجراءات اللي معمولة هناك. ليه بقى؟ هقول لحضرتك دي أول شحنة تيجي من جنوب أفريقيا. صحيح. كله متخوف، يعني أنا متخوف والدين الناس كلها متخوفة إن يبقى في مرض جديد، يحصل عندنا بريك أوت جديد. لازم الفحص يبقى دقيق جدا. دقيق جدا 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 جدا. هنستفاد إيه لما نسمح للمربين إن هم ياخدوها؟ إنتاج لحم عالي الجودة. الله. إنتاج ألبان عالية الجودة. تحسين السلالات المصرية الموجودة حاليا اللي بقت كل الصفات المتنحية موجودة فيها. يطلع منها أحلى ريش للشاوي. ده طبعا ده شوف حضرتك أنا هيبص حاجة على مرفق. هيطلع منها لوح مش ريش. بسم الله ما شاء الله تعالى. أنا أقول لحضرتك على حاجة. ربنا كرمنا سبحانه وتعالى يعني الخير على ولود القادمين يعني زي ما بقول حضرتك. اول حاله ولاده حصلت يوم 29/1، فمن الفضول انا قلت اوزن المولود 2 كيلو 350 جرام، ده انجاز. واو. عمر يوم يعني. وبعدين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قامت ورضعت وعملت. بس طبعا في برنامج تحصينات، الهيئه عندنا حاطه برنامج تحصينات عالمي دولي بحيث انه ما يأثرش على المناعة بتاعت الحيوان، ويديني اجسام مضادة ضد الامراض الوبائية والمعدية اللي فيها. هو فترة حجرها، انت سألتين فترة حجرها، بعد 33 يوم بدأت عندي من يوم 30/1. اخيرا رأس مال مشروع تربية الماعز البور محدود، وتقدر تبدأ بأقل تكلفة، وفنيات التربية بسيطة، وفي طلب على لحوم البور في مصر، وهيزيد خلال السنين اللي جاية. بالتوفيق للجميع.